لو الحكاية فيها إن فيديو. الحقيقة أثبت أعضاء حزب المصريين الأحرار في الوقت الوجيز اللي ساعد بداية الدعوة وهذا الحضور الكثيف إن في حالة حقيقية، حالة حياة حقيقية اللي هي حزب المصريين الأحرار لإكتمال النصاب القانوني فترة وجيزة جدا. في أعداد كبيرة من قطاعات بدأت تصبح قطاعات جديدة داخل حزب المصريين الأحرار. من الواضح حتى من النقاشات اللي دارت بيننا ومع بعض الأعضاء وبعض القادة وقادة الحزب في الداخل، واضح إن الفترة القادمة ستشهد حالة تطور حقيقي في العمل العام، في العمل السياسي، في المحافظات، وفي الوحدات الريفية، وفي منهج جديد وخطة عمل كبيرة. من الواضح إنه الحزب ساكن عليها في الفترة. أنا بتصور إنه بعد يعني ما أثير في الفترة الماضية من طرح بعض الإشكاليات القانونية غير الدقيقة وغير الصحيحة، إن إحنا أصبحنا الأمام أمام انطلاقة حقيقية، انطلاقة جديدة للمصريين الحرار. أتصور إنها يمكن في خلال العام القادم ربما تكون ثمارها على مصر كلها وليس على الحياة الحزبية وحدها، تكون ثمار جيدة إن شاء الله. يكون سنة طيبة.